أما هديه عليه الصلاة والسلام في تربية بناته، وقد ذكرنا طائفة من الكلام عن الذكور، فإن الذين عاشوا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن اللاتي عشنا من بنات عليه الصلاة والسلام أربع، كان يحبهن ويكرمهن ويحتفي بهن، وكان عليه الصلاة والسلام يظهر الفرح والبشر والسرور بالبنات ويشكر الله على ما وهبه، وهو الذي علم الأمة بقوله: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، رواه مسلم. وعند أحمد بلفظ: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن صحبتهن كن له سترا من النار. لماذا سماه ابتلاء؟ لأن الناس يكرهون البنات في العادة، والمنطق الجاهلي وصفه الله فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال الحافظ العراقي رحمه الله: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هذا الاختبار، لينظر من اختبر بشيء من هؤلاء البنات لينظر الله كيف يعمل معهن، أيحسن إليهن أم يسيء. وفيه تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف، غالبا يضعفن عن القيام بمصالحهن، بخلاف الذكور فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في كثير من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لابنته الكفء وزوج بناته، فزوج زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن ربيع القرشي، وهو ابن خالتها. من خالتها؟ هالة بنت خويلد أخت خديجة. أبو العاص بن الربيع ابن خالة زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من رجال مكة المعدودين. لما جاء الإسلام فرق بين زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي العاص بن الربيع لأنه كان مشركا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع انتزاعها منه في مكة في وقت الاستضعاف، لأنه مستضعف تحت بطش قريش، ولذلك بقي الأمر، يعني لم يستطع أن يفرق بينهما بالنكاح، عقدة النكاح بالقوة، هذه تحتاج إلى سلطان، فسخ النكاح وتفريق بين الزوجين يحتاج إلى سلطان، ولم يكن بمكة للمسلمين من سلطان، ولذلك بقي الأمر على ما هو عليه حتى هاجر عليه الصلاة والسلام. لما هاجر إلى المدينة بدأ يصبح للمسلمين سلطان، وصارت معركة بدر، خرج أبو العاص بن الربيع مع قريش، فأصيب في الأسرى يوم بدر، فصار عند النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، زوج ابنته المشرك صار عنده أسيرا، سبحان الله، وكان ما يقدر على التفريق في مكة، وأيضا بعض الأحكام تأخر نزولها، يعني ما نزلت في مكة، ما نزلت إلا بالمدينة. على أي حال، زينب رقت لزوجها، وزينب كانت ما زالت محبوسة في مكة، فرقت لزوجها الأسير، فأرسلت مالا فدية، وبعثت بقلادة لها كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص. يعني خديجة لما زوجت ابنتها زينب لابن أختها هالة، لما زوجت بنتها زينب لابن أختها هالة، أعطت زينب قلادة، خديجة الأم أعطت زينب البنت قلادة، هذه القلادة بقيت عند زينب. لما وقع زوجها أبو العاص أسيرا في بدر، أرسلت زينب فداء لزوجها هذه القلادة، ف
فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها، عرف القلادة. هذه القلادة زوجة خديجة أعطتها لابنته زينب في عرسها، فرق لها رقة شديدة وقال، شوف سبحان الله، مع أنه هو الآن الإمام يعني بيده أن يأمر وينهى ويفعل، قال لأصحابه: إن رأيتم، شوف لاحظ، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، شوف وكأنه هو يستأذنهم لأنه الآن هذه ابنته وهذا، فقالوا نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعده أنه إذا أطلقه أن يسير إليه ابنته زينب، ما يخليه تحت سلطان المشركين، فقال: يطلقك على أن ترد إلي ابنتي، يعني ما يجوز تبقى تحتك، أنت مشرك وتحت حكم المشركين، والهجرة واجبة، لكن المستضعفين من النساء والولدان، وزينب بن المستضعفين، ابن عباس بن المستضعفين، فزينب ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذها معه لما خرج، لكن لما وقع زوجها أسيرا تواعد معه وعد إذا أطلقه أن يرد إليه ابنته زينب إلى المدينة. وفعلا الرجل وفى، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. الآن في استلام وتسليم، طيب هو هذا يعني زوجها سيرسلها إلى أبيها، لكن من الذي سيرافقها في الطريق؟ فبعث النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، وهذا من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حبه، ورجلا من الأنصار، وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على أبي العاص بن الربيع في مصاهرته خيرا وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، لأنه وعد إذا أطلقه أن يرد إليه ابنته زينب، وفعلا ردها إليه، مع أن أبو العاص كان يحب زينب جدا. وروى موسى بن عقبة أن رجال أبي بصير صادروا قافلة كان فيها أبو العاص بن الربيع صهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما يدخل في الإسلام بعد، وأسروا من فيها ما عدا أبو العاص لمكانته، يعني الرجل وقع مرة أخرى، المسلمون رفضوا أن يأسروا أبو العاص لمكانته، فذهب أبو العاص إلى زينب امرأته وشكى لها ما وقع لأصحابه وما ضاع لهم من أموال، وحدثت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وخطب الناس المسلمين فقال: إنا صاهرنا أناسا وصاهرنا أبا فنعم الصهر وجدناه، وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير. هذا متى كان؟ بعد صلح الحديبية، وأخذوا ما كان معهم، وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟ فقال المسلمون نعم. قال الألباني: حسن بشواهده.